لو الحكاية فيها إن فيتو ده ابن عبد الله وانا معظم الارض اللي شغلت بقعد اتمر في العيد كل سنه بطلع كل استرزق وانا عندي 4 عيال يعني الحمد لله الجو حلو وكل حاجه كويسه والدنيا ماشيه كويس الحمد لله انا برضو كنا متعودين يعني شغلنا عرب اصلا يا جماعه عرب ربي غانا ورب حاجه بس ايه شغلنا هنا نشتغل كل العيد ونسترزق في السياحه كده عايز ب5 جنيه ماشي اللي هو عاوز يديني اهم حاجه ركب الزبون يكون مرتاح وانت برضه مبسوط وبرضه ايه عادي يعني اصعب حاجه بقى بتقابلك اصعب حاجه انا مواظب المشاكل بس اصعب حاجه مشاكل يعني مواظب ممكن مواظب يقع منه تليفون ولا حاجه يقول لك انت خدته هي دي المشاكل اللي بتقع فيها وانت لو انت كويس ما حدش يقدر يتكلم معاك ولا حكومه ولا اي حاجه وانت راجل محترم ولا بتمشي كده ولا كده كويس عادي انت كده كده بالعيش خلاص ما عادش عندك حاجه انت مواطن عادي عادي زي اي حد مش معنى طب اخترت مكان مصطفى محمود هنا لا انا المؤاخذه المهندسين دي متربي فيها وانا المؤاخذه عيل صغير المهندسين دي كان منطقتنا المؤاخذه كان لسه بقى يعني انا لسه ما اتولدتش عامه يعني بس متربي في المهندسين وحقيقي دلوقتي عارف ارض اللي هو